رجل يصلي قبل السلام يقرأ الفاتحة بعد التحيات طبعا. تتكلم عن رجل ايش؟ يصلي ثم يقرأ الفاتحة قبل أن يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم. قبل أن يسلم؟ وعلى موتى المسلمين، نعم. هذه بدعة منيتها. نعم، صلى الله عليه وسلم. بدعة ضلالة. أصال قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أصلي. طب ما ممكن يقال لنا الرجل يقرأ القرآن، الفاتحة، الفاتحة ليست موضعها هنا. الفاتحة موضعها أنها ركن من أركان الصلاة عند القيام، ويفعلها ذلك ويجعلها للنبي، والنبي يحتاج إلى وهم الصلاة. ويجعلها للموت، هذا لم يأتي به الدليل. لا، مش الأولين. هل هذا يقتل الصلاة؟ هذا سؤال الوعر. سؤال وعر. ليش؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل. فهل تبطل الصلاة في هذا الباب؟ الحق هذه مسألة مرتبة على قول ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. القراءة تكون فين؟ تكون في القيام. لذلك اختلف الفقهاء لو قرأ في موضع ركوع ومرضى رسول هل تبطل الصلاة أم لا؟ يعني على قولين، على قولين نعم. والخلاف وارد، والصحيح أن الصلاة لا تبطل في هذا الباب، لكنه يبتدع بدعة ينقص أجر الصلاة، فليتق الله ربه ولا يفعل ذلك.